بالنسبة للموضوع اللي طلب الكلام عنه، موضوع الغيبة. الغيبة يا أخواننا عند العلماء نوعان: غيبة محرمة وغيبة مباحة. أما الغيبة المحرمة عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. وهذا في الحقيقة تعريف الغيبة عموما، أن تذكر إنسان بشيء يكره وهو غائب، ما موجود يعني. طيب لو كان موجودا نسميه شنو؟ ما اسمه غيبة لو كان قاعد؟ قالوا لو كان موجودا يسمى سب. يعني لو قدامه يقول لك أنا ما بعرف الغيبة دي، أنا أعور، بقول لك أعور قدامك. لو قلت له أعور قدامه ده سب. طيب قال: فإن لم يكن في أخي ما أقول، لو ما كان فيه، قال فقد بهته، ده البهتان. ولو كان فيه ما تقول فقد اغتبته. إذن عندنا ثلاثة أشياء أخوانا. الأولى تتكلم في الزول بحاجة فيه وهو موجود، ده اسمه شنو؟ هذا سب. طيب إذا تكلمت فيه بشيء فيه لكنه ما موجود، هذه غيبة. لو تكلمت فيه بشيء ما فيه أصلا، إذا كان موجود ولا غايب لكن ما فيه، قلت زل حرامي وهو ما حرامي. إذا لم يكن فيه ما كان فيه الشدة هذا بهتان. والثلاثة حرام: السب والغيبة والبهتان. طيب أما أدلة تحريم الغيبة كثيرة جدا، كثيرة جدا، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. حرم الله سبحانه وتعالى الغيبة في هذا، في هذه الآية. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أقيم الحد على رجل من الصحابة فسمع رجلين بيتكلموا، قالوا: ألم ترى إلى هذا الرجل؟ لأن الرجل ذاك وقع في الزنا وجل النبي صلى الله عليه وسلم اعترف له وأقيم عليه الحد، فقالوا: ألم ترى إلى هذا لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مرة، في رواية مر علي جيفة بتاعت حمار ميت، قام قال لهم اكلوا. قالوا: يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ ناكل حمار ميت؟ قال: ما أكلتما من لحم صاحبكما أشد أكلا من هذا. الكلام اللي قلتوه قبل أشد من ده في الحرمة. قال لي أنه تاب، والإنسان يا أخواننا إذا تاب تاب الله عليه، وما يجوز التكلم في الإنسان التائب من الذنب. والسيدة عائشة يوم من الأيام ذكرت عندها صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، فقالت: حسبك من صفية، قدام النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما موجودة صفية، قالت: حسبك من صفية، تعني قصيرة، رضي الله عنها أم المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني الكلمة دي لو كبوها في البحر بتغير مويته دي كلها، مع إنه دي كلمة بسيطة من الكلام اللي بنقوله إحنا الليلة، قصيرة كلمة بسيطة جدا. إن الناس كلموا لهم في واحد ما بخلوا له حاجة، وخاصة النسوان كمان، والله لما لك في مرة يكون بس بيكرهنا، تعال شوف النبز دي المبشتنة، بيتها وسخان وهي وسخانة، نبز ما يخلوا له حاجة، كويس. فإذا يا أخواننا عندنا بهذه الأدلة الغيبة محرمة. قال الإمام النووي: وتجوز الغيبة، مرات تجوز لغرض شرعي لا يتم إلا بها. أحيانا أنت بتكون مضطر للغيبة، مضطر للاضطرار، لابد تغتاب لغرض شرعي مهم. وذكر له أمثلة، واحد مثال يعني الفتوى. أنت جاي تستفتي شيخ في زول ظلمك
في شيء معين. طيب انت حتوريه ولا ما حتوريه؟ مش حتقول له في زول عمل كده وعمل كده، او فلان الفلاني اكل مالي اخذ حقي عمل عمل، ولا حتيجي تقول له والله يا شيخ في حاجه كده لكن بس الغيبه ما بتجوز انا ما بوريك ليها، ويفتيك كيف؟ طيب انت لابد توريه. عشان كده الفتيا وذكروا عليها مثال لما صحابي جليل اسمه ابو السنابل افتى له فتوى. مرأة كانت حامل زوجها مات، أول ما وضعت الحمل طوالي جهزت للخطاب عشان يخطبوها، لأنه العدة بتاعتها انتهت، العدة بتاعت الحامل وتنتهي بتين لما انتضع الحمل. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل إذا وضعت عدة انتهت، عدة الحبس يعني 4 أشهر و10. فقام أبو السنابل أفتها فتوى، قال لها لن تتزوجي حتى تمكثي 4 أشهر و10. قال لها مجهزة الخطاب كيف؟ ما عندك زواج لحد تتم 4 أشهر و10. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبو السنابل ده أفتى بكذا وكذا. قال كذب أبو السنابل، كذب معنى أخطأ، أخطأ في الفتوى. طيب هل النبي اغتابه؟ هل النبي بيغتاب؟ هل دي غيبة حرام؟ لا لا، نقول ده من باب الغيبة المباحة، الغيبة المباحة، لأنه بتعلق بها فتوى، فتوى معينة. حتى ولو كان زول فاضل يعني زول صالح، أبو السنابل صالح صحابي، لكن قال كذب أبو السنابل يعني أخطأ. بلغة الحجاز كذب معناه أخطأ، بلغة أهل الحجاز. طيب ده مثال. العلماء قالوا اثنين التظلم، جيت للقاضي زول جنبك في الحواشة بتاعتك أخذ له 15 سرابات من حواشتك أنت، جيت للقاضي قلت له في زول أخذ السرابات بتاعتي من حواشي، قال لك منو ده؟ قول والله والله أنا ما بجوز الغيبة يا أخي، ما بوريك، ما بجوز الغيبة. أمشي الله جاي ليه؟ أمشي كويس. فده هنا التظلم للقضاء، تجوز فيه الغيبة. عشان كده قالوا مستفت ومتعلم ومتظلم ومعلم ومحذر. محذر كده أضرب لك مثال بسيط، لو في زول حرامي معروف في الحلة جنبكم، حرامي معروف وجا دخل الحلة دي وده يسكن في بيت، لقيت ود عمك قسم لبيته داري يسكنه في جزء ويسكنه في الجزء الثاني، انت بتكلم ود عمك ده تقول لا زول ده حرامي معروف هناك، انت ما عارفه ساي ده حرامي، بتكلمه ولا تخليه؟ كلمه، حرامي ده ما تخليه يسكن معك، ده حرامي. عشان كده العلماء قالوا ومحذر. اي صاحب منكر لو كان حرامي ولا زول مبتدع في الدين تحذر، تقول له فلان الفلاني اعملوا حسابكم منه يا ناس، هوي اعملوا حسابكم من فلان ذاك، يقول لك يا مولانا ما تغتاب ودي غيبه. لا لا دي ما غيبه، ده محذر من الشر. ها اسال لنا لو في مثلا في حيوانات مفترسه برا تجي الحله بالليل، مش بتيجي تمسك الميكروفون تكلم ناس الحله تقول يا ناس اعملوا حسابكم في بعشوام لافي ولا في اي شيء لافي بالليل، العيال ما يمرقوا، مش بتكلمهم؟ طيب داك كعب من البعشوم اللي بيضلل للناس ده، ده كعب من البعشوم، ده كعب من الضبع، فهمت؟ لانه في النهايه الحيوان المفترس ده بيقتلك غايه ما عنده، لكن ده بيقتل دينك وبدخلك جهنم. ولذلك العلماء قالوا من الغيبه المباحه الكلام في الناس للتحذير. عشان كده العلماء كتبوا كتب اسمها كتب الجرح والتعديل، كتب عديل كلام في الرجال بس، موضوع انت قال شنو تلقاهم قاعدين علماء، يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان، علماء مثلا في مجلس في فتره معينه من الزمان تلقاهم قاعدين بيتكلموا، فلان كذاب ما تشيلوا حديثه، فلان ما بيحفظ، فلان مغفل. مش مغفل اللي احنا بنستخدمها هسه، مغفل عندنا ياتوب ما بيفهم صح؟ ولا انت مغفل
المغفل ده عبارة عن علماء الحديث بيستخدموها. مغفل ده اللي زول ما بيضبط حفظه ما بيضبط يقولك مغفل ده. حتى جاء واحد داخل علي علي لعله ابن معين كويس او ابو تراب اسمه ابو تراب النخشبي دخل على احمد بن حنبل لقى احمد بن حنبل امام ورع ذل دين وتقي لقاه احمد بن حنبل بيتكلم في الرجال فلان كذاب وفلان كذا وفلان كذا قال يا امام هذه غيبه اتخطاب العلماء قال ويحك هذه ليست غيبه هذه نصيحه شفت الفريق ده احمد بن حنبل قال نصيحه دي كويس واحد ثاني من العلماء يحيى بن سعيد القطان قالوا له أما تخشى أن يكون من تكلمت فيهم خصماءك يوم القيامة يجوك يوم القيامة يقول لك أوي تكلمت فينا وقلت فينا أنا كذاب وقلت فينا أنا كذا قال له ما تخاف قال لي أن يكون خصمي هؤلاء أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي ما انت بتقع في انت كعالم في مشكله ثانيه لو انت سكتت زول جاء لعب الدين جاء جاب لي حديث ضعيف قال للناس يا ناس عنده اللوليه ساي ما في حاجه عنده اللوليه ليه جاب لفق له حديث حديث ملفق اذا انفلت الدابه احدكم بارض فلات فقول يا عباد الله احبسوا عشان كده تقول يو المكاشف يو حسونه ويامنوا قال للناس زي ده وانت عارف انه الحديث ده باطل لكن عامل فيها ورع الغيبه حرام لا يجوز سكتت ساي انت تورعت من الزول ده لكن وقعت في مشكله ثانيه ها قال لان يكون خصمي هؤلاء احب الي من ان يكون خصمي رسول الله يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي النبي لو جه سالك قال لك انت الحديث ده ما عارفه باطل ليه ما نفيت الكذب عني انت حتقول شنو تعمل لفها ورع عشان كده يا اخواننا ليس من الورع ابدا ليس من الورع السكوت عن الباطل ده ما ورع ده ممكن تسميه جبن ممكن تسميه تلاعب بالشريعه ممكن تسميه خيانه دي خيانه عديل انت عارف ده غلط وعارف انه في زول في الحله دي شغال ببيع الحجبات ها ولا ببيع البخرات ما تكلم الناس ليه؟ كلمهم قول له ده الفلان ذاك بيبيع البخرات اوعى تمشي له الى اخره، اذا يا اخواننا يبقى عندنا شنو؟ الغيبه المباحه تكون للتحذير او للتعليم او في التظلم او في الفتوى او غيبه اهل الريب والفساد البخاري جاب باب قال باب غيبه جواز غيبه اهل الريب والفساد الزور الشر غيبته جائزة النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته دق عليه الباب زول قال إذنوا له بئس أخو العشير ده كلام سمح ولا كعب بئس أخو العشير قال أول ما أذنوا له جاء داخل الزول داك النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام سيدة عائشة سألته قالت لي أنت رسول الله قلت فيه ما قلت ولما دخل قال أنت له الكلام قال إن من شرار الناس من يحترم اتقاء فحشه انت قدامه بتنظم فيه تقول سيء وفاحش لكن اول ما يفوت كلم الناس يقول والله زول لك عب بئس اخو العشيره تمام فالباب ده راجع فيه كتاب رياض الصالحين لعله موجود في كل البيوت باب فيه باب ما يباح من الغيبه ها وللوصف برضو انك توصف زول تقول له فلان ابتعرفه يا اخ محمدين داك ما بتعرفه؟ والله ما بعرفه، يا اخي ما بتعرفه يا اخي، يا اخي اللحرج داك يا اخي. بس اللحرج دي كده وصفت وصف انت ما نبسته. الاعرج، الاعمش، الاعمى، ها؟ الاقرع غيره. دي اوصاف. لو انت ذكرتها على طريقة الوصف ما فيها شيء. توصف فيها، لكن ما تنبذه. تقول له فلان داك يا اخي، ما حولك داك. ما تنبذه انت، لأنه خلقة الله ما بتساء يا اخواننا. هذا ما بسيء خلقة الله كويس يعني شنو خلقوا عليه والله ما بيسيئوا انت لكن بتوصف فيه اعمى ما هو ده وصفه بس انا ما نبسته اعمى وزول اعرج
وأعمش وكذا إلى آخره، أوصاف دي ما أنا بس ما إساءة. في موضوع الخطوبة برضو ولا ما بجوز؟ كان جا واحد نشال داري خطب قلت عمك ما بتكلم أبوه؟ أقول له ده نشال أوعى تديه ولا ما بتوريه؟ لابد. طيب نعم. غيبة الأموات يعني ديلا غيبة الحياة الأموات كي عزلنا. الغيبة يا أخواننا واحدة، حكم الغيبة واحد وحكم الحي كحكم الميت، ما في فريق. الناس الآن يفرقوا لك بين الميت والحي تعاطفا، ده تعاطف سوداني زاي. يا أخي مات يا مولانا يا أخي أقول لك، مات وماتوا حي واحد. العلماء استدلوا قالوا كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. استدلوا بالحديث ده على أنه حرمة الميت والواحد والحي واحد. يعني هو لو ما عنده حرمة حي ما عنده حرمة ميت، ولو عنده حرمة حي يبقى عنده حرمة ميت. أي الحديث اللي بيذكروه ده ما صحيح، اذكروا محاسن موتاكم، ده حديث ما صحيح رواه الترمذي وبين علته، علة الحديث مروي من طريق أحد الكذابين أو المجاهيل، والحديث ضعيف ما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.